الرسالة الثانية اللي بيكررها كتير ان مستقبلكم معايا هو مستقبل الجوع والحرمان. نسمع السيسي بيقول ايه. لا 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 لا، انتوا حلمكم يا مصريين لازم يبقى اكبر من كده. اوعى يكون حلمك لقمة، اوعى يكون حلمك لقمة. لو كان البنى والتنمية والتقدم ثمن الجوع والحرمان، اوعى يا مصريين ما تقدموش، اوعى يا مصريين تقولوا ناكل احسن. طيب حلو قوي. الجديد بقى المرة دي انه بيبشرنا بموت الملايين. فقالك يعني لو في 25 مليون واحد ماتوا يعني زي مش عارف مين، ما دقوش ولا طلعوا ثورة. اسمع. بقت دولة عظمى. بقت دولة ايه؟ عظمى. اوعى تفتكروا لما دولة يموت منها 25 مليون من قلة الاكل. ما قاموش هدوها. ما قاموش ايه؟ لا ما قاموش هدوها. قاموا يبنوها. ولما قاموا يبنوها بقت عظمى. ورغم ان الاستشهاد ده بيدل على منتهى الجهل زي ما قالوا ناس كتير منهم الاستاذ طارق سلامه اللي كاتب قال مين الجاهل اللي بينقن الكلام ده لفخامته. نسمع كده الاستاذ طارق سلامه قال ايه. قال لك مين الجاهل اللي بيلقن الكلام ده لفخامته. التاريخ الحقيقي مختلف. الزعيم ابن الويسكا ماوس تسبب في مقطع عشرات الملايين من شعبه ودمر اقتصاد الصين تماما، وبسبب مشروعه القفزة الكبرى للأمام نتجت مجاعة من 59 ل 61 مات فيها من 15 ل 55 مليون، واستمر الدمار حتى نفق ماو. يعني مات ونفق بتتقال على الكلاب والحيوانات، وأقيلت العصابة الحاكمة، والصين لن تقوم إلا في أوائل الثمانينات بعد إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، مما فتح باب للاستثمارات الخارجية وتطبيق آليات السوق الحر. مش نبطل هري بقى. الحقيقة أنا عارف أن مستوى معرفي فخمته من أول يوم، لكن مش متخيل أن الناس اللي حواليه أو بيسمعوا له هم كمان في مستواه. حاجة تجيب إحباط الحقيقة. إيه؟ اتثقفوا يا جماعة، العالم مش هيسمح بالجهلاء. خلي الاستاذ طارق سلامه خليه ايوه معانا كده. سمعت الاستاذ طارق سلامه قال ايه؟ انا بقى هضيف لك على اللي قاله الاستاذ طارق سلامه. ميلان كونديرا ده روائي كبير جدا، كان في الصين في الوقت بتاع نداءات ماو دي، ماو تستونج. فبيحكي ازاي ماو دعا البهايم اللي بتأيده لعمل مظاهرة حاشدة غطوا بالجرايد كل حاجة، لدرجة انه ماو دعا شعبه الى هدم كل ما هو ماضي عشان يقطع علاقتهم بالماضي. معابد، رسومات، كل حاجة قديمة عشان يعزل الصينيين عن الماضي بتاعهم. فبيقول كأنه يوم القيامة 50 مليون بني آدم. وقال أطلق جيش من الأطفال ترمي طوب على كل ما يسمى أعداء ماو. وقال ماو إن المواطن الصيني محتاج إيه؟ محتاج بنطلون من التيل الأزرق، جاكيتة من التيل الأزرق، وشبشب، لا ناقص حاجة، وعجلة. هذا كل ما يحتاجه المواطن الصيني. وأطلق بعو عدو ما تعرفش بقى أوله من آخره فين، اسمه العدو بتاع ماو، عدو الصين. العدو ده كان التاريخ، كان أشخاص، كان حاجات قايمة قبل كده، وكانوا بيغطوا الآثار القديمة. يقول لك لا يصح إن الجيل بتاعنا يشوف الحاجات دي لأنها حاجات تدعو للتراخي. ومش بس كده، ده منع الخلفة. كانت النتيجة ان الصين دلوقتي او من مدة رجعت تاني قالت لك لا معلش نرجع الخلفة تاني. وزي ما قال الاستاذ طارق سلامة كده، كل ده وقع الصين لحد الثمانينات من 61. انما الجاهل يقول لك مات 25 مليون واحد لانه جاهل. يا طارق بيه ده ما هو تساوي يا ما هو ده اللي ودى الصين في داهية.
ده تاريخ يا بيه. ودى الصين في داهية، بس مين يقرأ ومين يسمع ومين يفهم؟ عبد الفتاح بيألف تاريخه قاعد، المصحف بيألف، والله العظيم ما يعرف حاجة قسما بالله. عبد الناصر كان يعرف، لكن قارئ وكان متابع جدا. السادات كان يعرف، مبارك كان لا، ده عدى، ده معدي. تاريخ يخبط، اقتصاد يخبط، وبعدين ما حدش بيراجع له، حدش يقول له اتلم عيب انت بتتكلم على الصين، لا ده قصه تانية الصين دي ابعد عنها. انت عايز تموت 25 واحد، 25 مليون والشعب ما يتكلمش؟ طب دول اللي هيموتوا من الجوع بقى، باقي الشعب يعمل ايه؟ نشوف بقى باقي دول افريقيا واوروبا رغم كذبوا الدول اللي بتدعمه. اسمع كده، انا عديت على دول افريقيه كتير وشفتها كانت ماشيه ازاي، بسالهم بتقدموا دعم ايه، و يعني وزير الخارجيه يجيب تقرير يقراها للناس، مش سامح موجود؟ قول هات يا سامح التقرير العلن، الدول ديت بتقدم دعم ايه؟ مفيش. بقول له بتقدم دعم ايه؟ يقول لي مفيش. بترول يقول لي لا، كهرباء يقول لي لا، واحنا عندنا كهرباء. اكس يقول لي لا. طب حاجه للزراعه يقول لي ممكن الاسمده. انا ده انا بسال سؤال عشان اتعلم يا كامل. عشان ايه اتعلم؟ اه طبعا اتعلم عشان اشوف بلدي هي كده ليه. امال فين مش هقرب من الدعم والاول اغني الناس؟ حد فاكر اللقطه دي ايام ما كان شاري بدله من العتبه؟ اسمع كده، الدعم بيتفك عن حاجه او يترفع عن حاجه، بنجد ان الناس بتتجاوب، بعض الناس يعني، وتغلي الاسعار. فلو انت جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل. انا عايز الاول اغني الناس، اغنيهم بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1500 2000. انا بتكلم على كل مواطن دلوقتي طالع يكذب بيقول لك انا سالت بره في افريقيا وفي اوروبا وفي كل حته قالوا لي مفيش دعم. انت كذاب يا واد، انت كذاب.